waxay arkeen nabiga calayhi salaatu wasalaam oo sooman maalinta isniinta. Waxay weydiiyeen sababka uu nabigu u soomayaa calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu nabigu ugu jawaabay, dhaaka yowmun wulidtu fiih, waa maalintii laygu dhalay. Uu nabigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam. Ayuha alikhwa, marka haddii حبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء سيد الرسل يا أبا الكون يا ولا خلق يا من بالانتهاء سابق الخير عند البعث والرسل جنود في يديك اللواء حبيب محمد سوف يبدو بالحشر جاهك كالشمس متاع وجلنا مضياء أنت في الإمام تسجد لله وكل الورى هناك وراء أنت في الإمام تسجد لله وكل الورى هناك وراء اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه أيها الإخوة مركا النبي عليه الصلاة والسلام أن شيك شيك إنه وعنوك يا وحن دونينا إن أنكو قيمونا الدنيا آخره إن إلهي نقبت بادي الدنيا آخره أيها الإخوة وهل عرفنا لا إله إلا الله إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهل عرفنا الإسلام والإيمان إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ما ينقرن إلا أن محمد باونا قرات سيما هاني صلى الله عليه وسلم قيمها أي الله يا توحيدك وها أن توحيدك كو قارينو ناي محمد بان نبري عليه الصلاة والسلام وهل عرفنا الحق عن الباطل إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم حق يا باطل ناي محمد بان نكلا بري وها حق يا ناي محمد بان نبري وحي باطل أنا ناي محمد بان نبري عليه الصلاة والسلام وهل عرفنا الرحمة إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم وها النحريس أي تهي وها الرحمة أي تهي ناي محمد بان نبري عليه الصلاة والسلام ناي محمد بان دريسي وهل عرفنا الأخلاق الأحسان إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم والدوي عدو أنا أكسن ميا ناي محمد بان نبري إيه نبدا عدو أنا أكسن ميا وكان نقيني إلا نبي هيا نبرا مان عليه الصلاة والسلام اسكسو أرورا أيها الأعزاء وناقو إذل وحا أو يهي حمانو إذل وحا إتهي ما نقرن إلا ناي محمد بان نبرا مان عليه الصلاة والسلام marka ayo al ikhwa ee nabiga ay alayhi salatu wasalam waxa uu yahay xaqiiqadiisa sidaas darteeda ayaa dadka muuminiinta dunida meel kasta ay joogan ayay waxay ku dadaalaan inay nabiga alayhi salatu wasalam sharafka iyo qiimihiisa ay muujiyaan ee marka la leeyahay ay muujiyaan ilaah ba muujiyay nabiga alayhi salatu wasalam إنا محمد قيم كيس يا قيمه إسا إله يا موجي سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام وحو نبري أو نتسالي أي نمع إلهي سبحانه وتعالى أمتك لإلهي أو أغداقي إنا نقم هدعي لنو أيو نبي قيم أمر عليه الصلاة والسلام
وعاد أكسنتهين وحولاهي نامري مالين تلير عاشورة أو بشا محرم أي طبانك تهي إنا صنع أيو النبي قال نامري عليه الصلاة والسلام أصغنا ووصامي أنو صنع أمرنا وحي تانو سمينو إلهي إنا نقم هدعو لنو بدبادتي إلهي سبحانه وتعالى نبي الله موسى إلهي أو بدبادي إيا قوم كيسي أو فرعون يعيد مديس إلهي وكبت بادي إيا هلاجنتي فرعون إلهي أو هلاجي إيا عيد مديس إيا النبي عليه الصلاة والسلام نمعدي إلهي أوسي النبي الله موسى قوي قوم كيس إلهي أوسي إنا إلهي أغام مهد علي أيو النبي أمر عليه الصلاة والسلام ميانا أمرين مركة إنا إلهي أغام مهد علي نعنوك نمعدي أو نسي أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وان أمرنا هاي مركة أيها الإخوة وان ربع مركينا وحير تيم كنو قامي مشايق بدنا ويفردي داهي إنا وحيرا عن كتابته تاريخ دي نبي عليه الصلاة والسلام دار شديسة نبي عليه الصلاة والسلام وحودني ذا كسو بيري تاريخ ذو مركي هذا تاريخ ذا ميلاد ديقا شمبقل طلبات إياكو مركي تاريخ ذا ميلاد ديقا أي هذي أيو نبي عليه الصلاة والسلام أو كسو بيري الدنيا وحا الله شيغا حقيقة إلهة أوغي تاريخ ذا ميلاد ديقا وحا لغا سو بلابا دلشدي نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مركي تاريخ ذو أي هذي شمبغل طلبات إيا كو أيو نبي عليه الصلاة والسلام دريدان أو كسو بيري وحاو نبي قاية أو كل شيء مقالة ليرا مكة المكرمة أيو نبي أو كل شيء عليه الصلاة والسلام وحاو قارها النبي أو كل شيء حافظ ليراه شعب بني هاشم أيو نبي أو كل شيء عليه الصلاة والسلام ماشي النبي أو كل شيء محفوظ وإيه دادك عجيدة ويقالنا يان وحي كتا الله حرم كدحديس أي كتا الله وعلى صوب بوغدا وعمل مزارة وعلى صوب بوغدا وحرم كتا الله بركيستو إن كستوي آثارتي النبي عليه الصلاة والسلام سيدا قالب كاللبابيي ماشا سوحي كمتا ميراه اللبابيين وحرم كتا الله أي كمتا سيقار الله إيغو marka meeshaas ayuu nabigu ku dhashay alayhi salaatu wasalaam waxa uu dhashay bisha la yiraa rabiicul awwal ayuu nabigu dhashay alayhi salaatu wasalaam addad keeru waxa uu ahaay 12 sida mashhuurka ah ee riwaayadka bacdigor waxay sheegeen 9 bisha 9 keeru uu dhashay riwaayadna waxay sheegeen bisha 8 deere uu dhashay laakiin sida mashhuurka ah waxa uu dhashay bisha 12 ما صباح دي أي هذي أيو نبي قد شاء عليه الصلاة والسلام وحو نشي الصباح دي أيو نبي قد شاء الصباح أيو نشي مالي تاسن وحي هذي مالي نسنين أي هذي وحان كسو قرش وحو قدي وحو نغي كتاب كشيخ شيخ عثمان أولي على آل السرية في مشروعية مولد خير البرية كتاب كالإله حلي أو نبي قد شاء عليه الصلاة والسلام دعاء إلهي الله توقع مستجابا واي إلهي نوو أقبليا تشريفا وتعظيما للنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ساعد النبي كون كان إلهي أو كسو بيري ساعد داس وحي كمتهي ساعدها إلهي سبحانه وتعالى الدعاء أو أقبله لماذا ساعد داس وحي كشرفه ذي بظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الساعة ساعد داس كصابيرد إلهي الدنيا أو كصابيري أي كشرفه ذي ساعد داس وحي كمتهي ليالك إلهي الدعاء أو أقبله marka nabigu wuxuu dhashay alle wuxuu ku dhashay subax isniina ayuu nabigu dhashay alayhi salaatu wasalaam sanadka uu dhashay waa sanadka loo yaqaan caamul fiil arabtu waxay wax ku taariiqay jirtay waa carab wax ma qori jirin heera qoraal ma ahayn waxay wax ku taariiqay jireen dhacdooyinka ayay ku taariiqay jireen marka nabigu wuxuu ku dhashay alle wuxuu dhashay sanadka loo yaqaan caamul fiil
وصلت إلهي عددها إلى القرآن كي سكو شيغو ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل آيات داس أو سورة الفيل ليراهو عددها أوغا هدلا يواي عددها سيادة لشتاد النبي عليه الصلاة والسلام وحاود حيسبا ليرا كنتون مالمود أيا أود حيسبا ليرا كنتون مالمود أيضا عددها سلقا جوغو أيو النبي ودش عليه الصلاة والسلام سيدا مورخين تو أي شيغيان صباح دي النبي أودش عليه الصلاة والسلام دوني دا وحاكا صودا هيري إرهاسات أما تأسيسات النبوة وحيابا دعوه كاللو يغانو أيا دوني دا كدعي معناها إسبدل دوني دا دن أي دارينتي أيا دعي صباح دي النبي عليه الصلاة والسلام دوني دا أوكو صبيري ابن سعد وحورنا يا أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما ولدت خرج من فرجي نور أضاءت له قصور الشام وحيتري النبي عليه الصلاة والسلام هو يدي سوحيتري مرك النبي عليه الصلاة والسلام عن علي أجر كيغا أو كصوب حي وها إيجا صوب هاي تري إفتين إفتين كاسو دوريدو دان إفتيمي إلا داتكي أي كدر مان هير مكا هايين دولكي الشام ودولكا سيري دولكا الشام سري أمد بغيدي كويي لي إلا لغا أركو أي كاركان داتكي كنو راي مكا أي قران أو دادكي أهل مكاي أي أركان دولك الشام سريه كويه إلي وارن معناها النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة قبل البعثة وحيابه الدعاء وحا علمات أي كعبران إنهاسات أما التأسيسات النبوة وقب الحار نبي عليه الصلاة والسلام نبي نمدي سلو قبل حارايو مركة تأسيسات أي كعبران وحيابها إلهي سبحانه وتعالى نبي حكومة نديس بعد البعثنا معجزات أي كعبران علماء مؤرخين تأه مركة وحيابه دعا خوارق العادات كهاي سيدي حلي قاسل لماذا إن إفتين دونيدا كوسودا كدعه اهل مكه اي اركان سري الشام وخارق العاده ووحان معناه كبحسن نظام كعقلي بني ادم كاو دريمي كريو عقلي بني ادم كاو سوريس كريو فكر كبني ادم كاو سوريس كريو وحك بحسن واي مركا ومركا ارين إلهي سبحانه وتعالى أو كعدين أيوه إن كان كإسبدل أو يميدي إن كان كأو إسبدلي أحد كإلهي أو تقلي دريدو إذل إلهي إنو كبدلو دريدو إذل إلهي أو دياري إنو هقاميو إنو دريدو أن دعوة قارسيو إنو كان كخصابيري أي إله سبحانه وتعالى دريد أو تسيي لماذا النبي عليه الصلاة والسلام نور أو أهاي إله قرآن كيسا كشيغي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نور كاسبرك بعد البعث ما صنقا إلهي أي أصغد موحو كسميي إلى نور دريدان أو نور أو نوريا أو دريدا أو إفتاميا أي إله الدياري سبحانه وتعالى مركة وح مركة دريدا إسبدل أو دريدا أدنى أي درينتي أي صباح ذا صدعة وح صدوك لوح وريي إمام أحمد رحمه الله تعالى أحمد بن حنبل أصغنا مسند كيس أيو كوريي دارا من وحو كوريا السنان كيسا إن دعدا داس أي دعداي
oo nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadiisa laga warinayo oo isbeddelkaas inuu dunida oo dhan uu ku dhacay ahlumakana ay arkeen xilligii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dhashay nuurkii ilaahay dunida uu nuuriyey qusuurtii shaam ku tiila inay arkeen waxa uu dabaraarigu uu warinayaa sanad xasana uu ku warinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkiis cabaas binu cabdulmudalib inuu nabiga uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allaah idan lii an amdaxaka bishay waxaan kaa rabaa nabi muxammadow calayka salaatu wasalaam inaad ogolaashay siisid inaan ku ammaano ayaan kaa rabaa buu yidhi nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qul laa yufqid illaahu faak waxallaala waxaad rabta igu ammaan afkaaga ilaahay ha badbaadiyo wax dhibaataana ilaahay afkaaga ma gaarsiiyo wuxuu yidhi ee nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkiisa cabaas binu cabdulmudalib min qablaha tibta fi dilaali wa fii mustawdacin xayu yuksafu lwaraqu uma bata ila albilaad laa basharun anta walaa mudqatu walaa calaq bal nudfatun tarkibu safiina walaqad aljama nasran wa ahlahu lgaraqu tunaqalu min saalibin ilaa riximin idaa madaa caalimun badaa dababun xataa ixtawaa baytaka almuhaymin wa anta lamaa wulidta ashraqat alardu wadaa'at binuuriha alufuqu fannaxnu bidalika nuur bidalika adiyaa wadalika nuur nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkiis cabaas binu cabdulmudalib ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waxaan rabaa inaad ogolaasho i siiso yaa rasuul allaah sala allahu calayhi wasalam inaan ku ammaano ayaan daayaa ee inaad ogolaasho i siiso ayaan kaa rabaa buu yidhi nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxallaala waxaad rabta dhe ilaahay afkaaga ha badbaadiyee waxaa la yidhi ee nabiga adeerkiis cabaas ibnu cabdulmudalibi waa waayeeloba aad ayuu u duqoobay ilkihiisana jir afkiisana hal ilig oo ilkihiisa ka midana isma bedelin beligow labaatanka jirka ahaay iyo xilligii oo weynaabay oo waayeeloobay ilkihiisu isma bedelin baa la yidhi limaadaa nabiga ayaa u duceeyey calayhi salaatu wasalaam oo yidhi afkaaga allaha badbaadiyo limaadaa afkiisa nabi muxammed ayaa lagu ammaanay calayhi salaatu wasalaam marka hadalku waa dheeraaye maqaalada aan ka rabo waxa uu yidhi wa anta lamaa wulidta ashraqat alardu wadaa'at binuuriha alufuqu xilligii lagu dhalay nabi muxammedow calayka salaatu wasalaam arladii waa iftiintay jahayaalkoo dhanna nuurka adiga kaaga ah ayay ku iftiimeen buu yidhi fannaxnu bidaalika adiyaa wadaalika annuur waxaan ku iftiinsanaynaa ou yidhi anugu haddaan nahay ummaddaadii haddaan nahay asxaabtaadii haddaan nahay qowska adiga aad ka dhalatay haddii aan nahay limaadaa nabiga calayhi salaatu wasalaam qoyska uu ka dhasha si gaar ahaaneed ayay ugu sharafoobeen ayay ugu qiimoobeen nabiga calayhi salaatu wasalaam anugu nuurkaas ayaan ku qiimowna kuna aan sharafowna buu yidhi oo nabi muxammeda calayhi salaatu wasalaam nabigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqta yaa cabbaas run baad sheegta buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ee xadiidkaas waxaa takriijiyey dabaraariga ayaa sanad xasana ku takriijiyey
غير كيسنا ويتقبجيان مركا النبي عليه الصلاة والسلام فوائد حديث كاس لغفا إذا سرى يوحا كمدا النبي عليه الصلاة والسلام دل شدي سلقو دولق ريي إيه دكتي سمدقه سمشرفات كاه دكتي سمشرفات اه او كدك سد النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام مولد كيس اللي قدول أخريي النبي عليه الصلاة والسلام دكتي سمشرفته وكود دكستي أصحاب تيسون أي حاضر هايين أي حديث كاس لغا فائدة السنية مركة أي وحابة وأصل مركة أي تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام إن لغا شاكيو النبي عليه الصلاة والسلام اللي قدول أخريي وحونا كل جوابي صدقت يا عباس عباس ورمبا شاكتي سداس أيو كل جواب النبي عليه الصلاة والسلام مركا النبي عليه الصلاة والسلام أهلق أولا شيء دريد أو كسو بيري وحا دعي وحيا مفر ربنا إلهي أوقو قبل حارا يو النبي نمديس عليه الصلاة والسلام وعاكم إذا وحيا به دعي او إرهازات كأهاي نمان كان لإله فارسيين تا او إيران كان نمان كإيرانيين تا دب عابد دعي يهايين وحي عابد جيران او إله نما أيو عابد جيران او إنا جنة كو قلان نارنا وقبادان بدادان إرهادي جيران دب دبكي اي عابد جيران صباح دي النبي عليه الصلاة والسلام أيو بابا أي صباح أيو بابا أي كن سنة أي شنات بالليري دبكاسو الملئ لحظة ما هو سندمين الليري أيضو وحب ياللغو دبعين أيين الصباح أسو دبك دمائي مدوب هذي وحال كاس كم وغطه ومعنى الله تصالين يا الدنيدة لماذا النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا كافة للناس وهو هاي أحد إلهي كون كانوا دن إلهي أغسو صادري أحد إلهي كون كانوا دن إلهي لو كبت باديي إلهي أو أموري إلهي أو صداهري أيو النبي عليه الصلاة والسلام مرك أحد كي كون كان إلهي أغو ترقل إنو إلهي كون كسو بيريي أيو إلهي تصالين يا سبحانه وتعالى مرك سيداس نارتي قالدو أي مجوسي أي عابد جرتي واي بابا أضي نندوني ذا حلقة سبغردي كتلايا كميدا أو كسر الله نجري حفيز كي أولا هاي أو دوني أو مركز أو كتلين أيي oo aqalka madaxtooyada u ahaay ee sharci korka ka saaray oo lagu sharxay waad dareemi kartaa guri boqor loogu tala gala sida loogu dadaale 14 kuskus oo sharci kamida ayadoo wax daadiyo loo jeeda ay san jirin ayay soo daadatay ee asnaamti durida tilay خصوصا كعبة النحدة على أسلام تيلي أيضو عدقف مساعي جرين أي قبي قورا أفكا عدوك وضع دارين أسي أفكا عدوك وضع دفتين عدوك دريدة مالنا وحي هذي يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سيشن أصفان قلبتين نسيها عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه مركا وهابي دعي آد بيوف ربنا ين لغما غاري كرو وحاسا كميدا هاي دريدو ايدل اناي موجيساي فرح يعقل ايا ما لا يعقل اناي موجيان نبي عليه الصلاة والسلام
بيردي أو دريد كوصو بيري إلى يكوى فرح سيهين أيا دريد ودان لغدر مي إنتي وحدوك سنتي النبي عليه الصلاة والسلام وحو يري أو نبي نوع دي دريد ودان ويا بحسن تايم ويري إلا الله أنكو حد موي جنغا أساديسة إيو إنسغا أساديسة إنتي كسوهر توحور نبي عليه الصلاة والسلام ويا دعسيهين كونكو إذيل نبي ووضرين سناي ونيقيني نبي عليه الصلاة والسلام فرحت أي مجيئي سيظهور كيس أي كفر عسيهين أي كونكو دندبولي مركة نبي عليه الصلاة والسلام مركة أو دشي وعدوك سنتهين نبي أبيه عليه الصلاة والسلام عبد المطلب نبي عليه الصلاة والسلام وعدوك سنتهين أبيه عبد الله بن عبد المطلب انت أبيه سنلويلك أو جعلي هاي وهاي بالنص المؤرخين سيداي مؤرخين تاي عديين نينك او اولادي ساو جعلها ايو هاي ومع ذلك ويل انت نبي او صدرن عليه الصلاه والسلام او نبي اوكا كوجيرا ايو دنتي ويلنا كما تجين جبرنا كما تجين وحو درودة اوغا تغي زوجتي او قدن تو النبي قد شاء عليه الصلاة والسلام آمينة ايوه اوه وحال مركة درامي كرتين والدك ويلك او جعل يهي هلاو او قبو فرعيسة مركة نبي هو يديس مركة قد شاء عليه الصلاة والسلام وحي ارقاي ودرتي نبي عليه الصلاة والسلام اووه يسا عبد المطلب أيضا هو بشارة إيسا إن ويلكي سحجابتي عبد الله أو سن عرب قوئن إلهي سبحانه وتعالى أوه داقي ويل أيضا هو بشارة إيسا مركة نبي عليه الصلاة والسلام أوه إيسا عبد المطلب مركة إرقادي أي قارتي سدك دقا أيو كي مدي وحونا سوغاري آمينة او نبي عليه الصلاة والسلام هو يدي سهيد آمينة بنت وهب او نبي يدش عليه الصلاة والسلام حلقي اي دياري اي او يميدي وحونا كغاتي ويلكي او نبي عليه الصلاة والسلام وحونا او غاتي انو كعبنا مشرفة او جيو اي او غاتي وحو جي كعبنا وحونا هالكاس مركو جيي او الهي سبحانه وتعالى او ويديي الهي انو بركيه سبحانه وتعالى الهي نوى اغمهد عليي الهي سبحانه وتعالى ويل كان او كارزقي ايا انا الهي سيجار كيس عريب قوين اصغو الهي اغمهد علينا ايو الهي سبحانه وتعالى مهد بلدارا او جيديي مركا نبي عليه الصلاة والسلام maalinta uu dhashay maalintii ka todobada eeday ayuu ummaga bixiyay oo wuxuu u bixiyay magacaan muhammad ah bi ilhaamin min allah azza wa jalla limada magacaan lam yakun ma'rufan fil arab magacaan muhammad ah magac arab taqaano mutadawil ma usareen wuxuu ahaay magac ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku ilhaamiyay awowihiisa abdul mudalib ayuu ahaay wuxuu u bixiyay magacaan muhammad ayuu u bixiyay nabiga kaleey salaatu wa salaam wuxuu markaas qalbiga ka daninayay oo uu ka rabay anoo waliba cadeeyay waxaan rabaa inuu naqdo limada magaca macniisa uu yaqaana an yakuna mahmudan fil ardi wa fis samaa in igaark ilaahay ilgaarkayga ka dhigo ahad ilaahay duridan mid lagu mahadiyo ilaahay oo ka dhigo ilaah samada mid lagu mahadiyo ilaahay oo ka dhigo fa haqqaqa allahu dhanna dhannigiisa ilaahay waa u xaqeejiyay laana nabiga ay alayhi salaatu wa salaam saara mahmudan fil ardi wa mahmudan fis samaa
وهو نقدي أحد إلهي كون كان لقمة هذه دريدة الدوشة لقمة هذه. لماذا النبي كان أمينا في الأرض وأمينا في السماء؟ أحد إلهي كون كان أميني سماوات كإله أميني أيها النبي عليه الصلاة والسلام. وحن مقالة يدي كسو قابنا يا موضوع نظام كأنه تلقري لما قاري كره لماذا تيم كنا ووسكا قابيا هاي اللي كانوا وادوك سنتين وددكو إذي لون أنوك بهر جوغا وهاي هيرا الدوية أيانا هاي مشايخ فربادنا ويفددا وحانسا كسو قابنا يا نبي قايا عليه الصلاة والسلام انتي نوجيسي وحا اوغو حيل دارادا ايد هو يدي سآمنة حس حليمة السعدية ايا اوغو وقت دارادا وحي اهايين غويس كاسو عرب غويس كاوغو فقر بدن اي اهايين مركي النبي اسرادو دا ايا غويس كورا او كورا ايغانا وحي النقدين عرب غويس كاوغو تراني ما بدن اي النقدين لانهم تشرفوا به صلى الله عليه وسلم نبي اي اي كو شرفوا بين اي كو قيمو بين انو كورا دانتا ان رادين اينا وحي تاي انبا شاك شاك النبي ان كان رادين اينو انا النبي اي كو قيمونا عليه السلام والسلام. والشيخ أنسو قال هذا وحجابته الله نحرس الله نجر الشيخ عمره لولا عد ورقيا قال إنك مديهين نبي عليه الصلاة والسلام وحو جعلاي صلقي سأيو نبي جعلاي عليه الصلاة والسلام وحو هاي ذاكر ودريقة ليلة الرحمنية هو قام يالك أقواوين أيو كجري في حالي في زمنه أيو كجري وحو آذو جعلاي غيب تلير الرسولية ده أو قطع اللغضة نبي قاية عليه الصلاة والسلام أيو آد أوجع الله نين آد وأشعار معنوة وهاي نبي عليه الصلاة والسلام وحو كيم دي مال ذكر يلقصو أخريي وحو أشعاري الرسولية ده أيو أشعاري شي خاصو قرقي سوتك واجيفتي نبي قو كره يوضي أيضو نبي قو أفك أو كردن كون آيو صلى الله عليه وسلم أيها المشتاقون صلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرك أيها العزة شيك شيك عن شيك شيك إن النبي عليه الصلاة والسلام نريد أن نتشرف به صلى الله عليه وسلم دلت أن كلا نوحي تهي نبي عروك أمان مكرنو إله أماني كسو بالله صحابة ديسي اتكستو أمانتا وحي كسو قبي قبي نيسي فرطو كري أمانتا إذو قار الميسو أي كسو قبي قبي نيسي قايبنا وحي كسو قبي قبي نيسي مما أمان النبي عليه الصلاة والسلام لماذا الله أي أماني سبحانه وتعالى وإنك الله على خلق عظيم هدي إلهي سبحانه وتعالى أو أماني إذ أماني كرت أما أمانتير ملئي كقاري سمجرته دانت اللي قال لي يا وحي تهي إن أن كشل فور نبي عليه الصلاة والسلام مركو هل كاسا مغالا دي كسو غريا إن شاء الله تعالى رقب فربضا ومشايخه أهلوه ما هذا الكماشر مناسبها هاي أي جوغة وحانك عذر دارنا يا مركا هذا الكوري أنغاتي مركا رالها هذا إن شاء الله تعالى أريقنا وحالهي انت إلهي إوافجيي إلهي سواب كيري فوافجيي إله نقم هذا لنا سبحانه وتعالى وحي خلطاته إقد عنا إلهي إنو نقب عفيو أيان إلهي ويديسنا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.